عودة لكم من جديد مشاهدينا، مرحبا بكل المشاهدين اللي التحقوا بنا. الآن نمر إلى فقرة المواهب مشاهدينا، اللي دائما الجزائريين يبرهنوا أنه عندنا طاقات شبانية في كل المجالات. وخير مثال ضيفتي لنهار اليوم شوية مروة ياسمين، مبدعة يعني في المكياج السينمائي. مرحبا بك معنا ياسمين. شكرا، أشكركم على الاستضافة. شكرا لك اللي جيتينا أنت نهار اليوم. ميرسي. يلا عرفتك في البداية أنه تقومي بمكياج سينمائي، فكيفاش بلك بديتي ياسمين هاد العمل ديالك؟ أولا كنت تشوف في قناة على الانستغرام، كانوا بزاف لي بوبليكاسيون كانوا يخرجوا لي، كان عندي فضول كبير أني نعرف وشنو هادوما وكيفاش يديروهم. جوغ كل ما نشوف حاجة جديدة أنه تاع جرح ولا دم ولا، كان عندي فضول نعرف فاش يخدموهم. على كنت ندير عليها ابحاث هكا صغيره، دخلت اليوتيوب من هيك حوست. كنت بديت بوسائل صغار باسكو كنت نحوس هنا على الماتيريال اللي لازم نخدم به، بصح مالوغوزمون ما كانش هنا في الجزائر، تما اضطرات اني نخدمهم هنايا. كانوا بوسائل غذائيه كما نقول، مواد غذائيه هكا تشريهم، ولا كاينين يكونوا متواجدين في الدار. وبديت بها المسيرة. طيب انا حابين نعرفوا عليك ياسمين اكثر، يعني شكون هي مروه ياسمين؟ انا شويه مروه ياسمين، عندي 20 سنه. الله يبارك. نقرا في لافاك دوزيام اني فينونس كونتابيليتي في دار ابراهيم. وحاليا عندي هوايه في مكياج سينمائي. وماذا بيا انا تطور وتوصل اكثر كما كامل الناس اللي عم يطلعوا. نعم. ونزيد نلحق مستوى عالي ان شاء الله. شحال كان في عمرك بديتي هاد المؤثرات او مؤثرات المكياج؟ كان عندي 16 سنه. 16 سنه؟ 16. اها، بعدها بديتي تطوري نفسك شويه بشويه. نشفى اول جرح درتو كان في يدي هنا هكا طويل. وما استخدمتي فيه كمعدات؟ استعملت فازلين ونشا باش خدمت العجينه. والدم كنت خدمت بلا جولي، درت لها ملون احمر وشويه ملون اخضر، وجوغ ولا كانت القوام تاعو ثقيل، جوغ دم خاطر ماشي دم خفيف كما يسيل الدم. تسمى درت جرح بسيط، انه كانت اول اكسبيريونس ليا، بصح جاي يصلح. قولي لي مروه، كي رحتي كي كنتي في البيت تاعك، يعني اهلك كي شافوا يدك هكاك واش قالوا لك؟ ما كانوش في الدار. ما كانوش بصح جوغ لا دوزيام فوا كي درت لهم وكمل. ماما بدات تقول لي واش راكي ديري في روحك هذا، مي ابخي جو تقبلوا هذه الحاجه وهما اللي ولاو يدعموني. بالك ما يعرفوش هذا النوع يعني من المؤثرات، او نعم مؤثرات المكياج كيما معروفه عليها، سي بور سا ما تقبلوش هذه الفكره في البدايه. كانوا يشوفهم غير في لي فيلم، بصح جو ما كانوش دايرين في بالهم بلي انا حنخدمها ونخرج لهم دخله هكاك، باسكو كل خطره كل ما ندير نوع جديد في روحي هما يتخلعوا مني. نعم. واش راكي ديري؟ ما كانت جوغ على بالهم بلي هاد الهوايه بلي تكزيستي، وجوغ ماذا بينا انه انايا ندعم. نعم. ماذا بيا جوغ ثاني نطورها وكمان، مي هما اصلا يعاونوني في هاد العفسه. نعم. يعني خاوتي تا نخدم فيهم. تسيي فيهم، تجربي فيهم. خصيت خويا صغير بزاف، ما خويا اللي فوقي جوغ ثاني خدمت فيه. قلتي لي انه بديتي بنشا والفازلين، هل فيه تطور؟ يعني الان انا نشوف جبتي معاك ما شاء الله. شريت برودوي بروفيسيونيل دوكا، شريت الواكس، شريت لو فيك بلود، شريت ادوات النحت، شريت الاسفنجه، مام الالوان اللي نسحقهم كامل. احكي لي على الادوات اللي كنت تخدمي بهم قبل، يعني من غير النشاء، باسكو نعرفوا انه المكياج السينمائي فيه بزاف معدات وفيه اشكال وانواع. طيب واش كنت تستخدمي في بدايتك من غير النشاء اللي تحدثتي لي عليه؟ غير هو اللي كنت نخدم به فقط. ما كانش عندي سوليسيون واحده اخرى، باسكو حوست على الواكس، ما كانش انا في الجزائر، تسمى طرا اني كوموند دي بار اليكسبريس. سينو كنت نخدم توجور لاباط في الدار، والبلوتين كنت نخدمه في الدار. يلا واش رايك تعرفينا شويه بالادوات اللي راهم هنا ياسمين؟ الوغ نبداو بالواكس. الواكس هي عجينه الاساسيه انه باش نخدموا بها جرح سينمائي. نعم. مصنوعه بالشمع تاع النحل. بصح جو جايه بزاف طريه. نو ماشي طريه، بالعكس جايه يابسه. لازم باش انه تكون سوبل ونقدروا نخدموا تحكمي بها وتخدمي الجرح كيما تحبي، لازم تخدمي لها بالفازلين. نعم. باش تولي القوام تاعها متحكم فيه كيما تحبي. نعم. واش عندنا ثاني؟ عندنا ادوات النحت، هذه باش نحتو بها الجرح ونشكلو كيما نحبوا. عندنا الفيك بلود اللي هو الدم الاصطناعي، كاين هذا اللي شريته وهذا خدمته انا في الدار. وخدمته بالماء والسكر ودرت له شويه ملونات غذائيه احمر واسود. ويتنحى فاسيل.
يقعد شويه اثرته بصح ماشي بزاف. يعني ميم الدم اللي تشري سي لا ميم شوز بصح هو جو نورمال. واش عندك ثاني ياسمين معنا؟ كاين ثاني اسفنجات. هاد الاسفنجات انه كاين وين تقدري تخدمي بهم خدوش ديري بهم المش، فيها بزاف اعمال هكا تقدر نخدموا بها بالماكسيم. يعني دائما تعملي العجينه هي الاولى، بعدها تقومي بكل هاد الاشياء يعني في الخدوش غيرها. نديروا غراء قبل باش يتحكم باش يلصق هذا غراء. نعم باش يلصق الجرح. سينو جوغ تقدري تستغني عليه بصح نعم. الا كنتي حابه الجرح تاعك يشد لك اكثر من الافضل انه تشديريه. تقدري يعني ديري لنا بالك جسدنا جرح صغير في وقت صغير كذلك؟ نقدر. تقدري؟ يلا يا سلام. We'll be right back.
تقريبا صباعك مقطع صح؟ والله يلا الله يبارك عليك ياسمين، يعني في وقت قصير قدرتي ديري لنا هذا المكياج السينمائي تحفة ما شاء الله. شكرا. يلا ياسمين، واش راكي حابة بالك تطوري من نفسك، واش راكي حابة ديري مشاريع مستقبلية في هذا المجال؟ نعم. حاليا راني حابة جوغ اني نشتهر هنا في الجزائر باش يكون عندي اسم. نعم. بعد ما يكون عندي اسم بإذن الله حابة اني نخدم هاد لي برودوي جو نديرهم باسمي هنا ونولي نبيع، باسكو هنا ما كانش بزاف لي برودوي هذوما. تسمى ماذا بيا تسمى ماذا بيا يكون موجود. نعم. هاد المنتوجات هنا في الجزائر، ويكون الناس واللي كيما انا المواهب اللي تطلع انه يلقاو هاد لي تخوك هذوما باش يتعلموا بهم، باسكو كي تتعلمي بنشا وتتعلمي بلوفري واكس ماشي كيف كيف. لو فري واكس انا باش تعلمت وقدرت نخدم به جو دالي وقت، باسكو هو لفت النشا خفيف في الخدمه تاعو، مي الواكس العكس جو لازم لك بزاف لا باسونس باش تخدمي. كي حابه تشاركي بالك في اعمال سينمائيه وتبدعي في الرسومات ديالك او المكياج تاعك؟ ان شاء الله ماذا بيا الا جاتني تحت لي الفرصه ماذا بيا نخدم ونبان. نعم. طيب واش تقولي بالك للناس اللي حابين يتعلموا المكياج السينمائي ويبداو في هذا المجال؟ ما كانش حاجه سهله عليه، لازم تكون عندك لا باسيونس برك. نعم. ويكون عنده تن انه كيما نقولوا عنده فكر، ماشي فكر بلك يكون جمع معلومات حول هاد المؤثرات، مؤثرات المكياج صحيح اسمي؟ ما يكون عنده خيال واسع. نعم. باش يقدر يماجيني الحاجه اللي يدير فيها، مادام كان يماجيني فيها ويحوس عليها تخرج له كيما راهو حاب. نعم. تخرج له بالضبط انا صحيحه. طيب الناس اللي حابين يتبعوك على مواقع التواصل الاجتماعي عطينا فقط لاباج ديالك انستغرام ولا فيسبوك. نعطيها لكم مش مشكل ماروكوين. وعندي تانيك عندي تانيك على واسمو على تطبيق تيك توك، نحط فيه دي تيتوريال كيفاش نخدم الجراح كامل. وثاني المواد اللي نستعملهم ولا كيفاش نخدمهم. مام الى ما كاش عندهم لي برودوي بروفيسيونيل جو نعطيهم البديل تاعهم. نعم. شكرا لك مروه وبالتوفيق في العمل ديالك يا رب. كلمه اخيره فقط تقوليها؟ نشكركم على الاستضافه، يعطيكم الصحه. نعم. وكان عندي شرف كبير اني نجوز معكم. شكرا لك مره ثانيه مروه.